اليوم هذا الفارس في مكة هل يعاقبنا الله؟ اليوم العمرة منعت والحج ربما يمنع العام المقبل، هل هذا عقاب من الله علينا أم أنه ابتلاء؟ علينا أن نفكر جيدا. في زمان في بلادنا العربية الأسعار عالية والنساء عارية والمساجد خالية وأحكام الله لاغية، في بلادنا الصارخ مدلل والبطل في قيوده مكبل، في بلادنا الزواج محال والزنا حلال والنساء قوامون على الرجال، وأرض الله محتلة والفقراء تحت المطر بلا مظلة. نعم نحن في زمان في بلادنا العربية كل خير كل عمل نضعه في كيس مثقوب، نتوضأ نحسن الوضوء ثم نسرف في الماء، نتصدق على الفقراء ثم نصورهم وندلهم في المواقع، نقوم الليل ونقطع الأرحام، نصوم ونصبر على الجوع ونسب ونلعن ونشتم. ألا إن سلعة الله غالية. بعض الناس لا يستطيع الذهاب إلى الحج بحجة أن التكلفة عالية، لكن يستطيع أن يسافر لشم الهوى. البعض لا يستطيع أن يصنع أضحية بحجة أن تكلفة الأضحية غالية، لكن بإمكانه أن يشتري جوال حديث. ألا إن سلعة الله غالية. الواحد منا لا يستطيع أن يقرأ 10 آيات من القرآن في اليوم، لكن يستطيع أن يقرأ 100 محادثة في اليوم. ألا إن سلعة الله غالية. ألا